صوت المباراة الأول، مباراة لا يبتاه الأسطورة والأيقونة إسماعيل مطر الذي يبدأ على مقاعد البدلاء وسيكون الموسم خطيرة. جول جول، هدف أول، البطائح يسجل هدف المباراة الأول في دورينا ويحقق مفاجأة كبيرة في الدقيقة 6. يسجل البطائح الوافد الجديد في الموسم الماضي، واللي سجل هو الآخر انتصار بالتأكيد تاريخي في الجولة الأولى في الموسم الماضي، يريد أن يكرر ذلك في مباراة اليوم. الموسم الماضي سجل انتصار على الاتحاد بهدفين أيضا خارج أرضية ملعبه، المباراة اللي سجل فيها بالتأكيد لورينسي، المباراة اللي سجل فيها جواو نوفايس، الآن أناتول هو من يسجل هدف المباراة الأول. أناتول أبونغ المهاجم الكاميروني، شوف خطأ الدفاعي، شوف المساحة اللي يستغلها بالتأكيد فريق البطائح ويسجل هدف المباراة الأول، وبالتالي يضع الفريق في المقدمة. أناتول أبونغ يسجل هدف المباراة الأول في مرمى العنابي. تحرك ممتاز من محمد راشد، الكرة العرضية وركلة أن تعيد الثقة بالتأكيد للعنابي. بعد 19 دقيقة لم يقدم فيها شيء، هل يقدم الآن جواو بيدرو؟ فعلها بيدرو، سجل بيدرو وأعاد أصحاب السعادة للمباراة في الدقيقة 19. يسجل جواو بيدرو هدف التعادل ويعيد الوحدة للمباراة. جواو بيدرو يفتتح مشواره في دورينا هذا الموسم ويعيد الوحدة للمباراة. وبالمناسبة أول هدف للوحدة في عصر الاحتراف سجله إسماعيل مطر على أرضية هذا الملعب في مرمى الجزيرة، والمفارقة أنه من تقدم في تلك المباراة هو عبد السلام جمعة اللي حاليا أيضا يتواجد كإداري في نادي الوحدة، والوحدة اللي سباق بالتأكيد آخر المواسم. كرة وانطلاق الآن، محاولة موجودة 3-2، محاولة لمسة كرة وانطلاق إلى باولينيو. باولينيو شوف التحرك الآن، التسديدة، جول أوليفيرا. ألفارو يقتل أصحاب السعادة ويسجل هدف في وقت قاتل. ألفارو دي أوليفيرا في الدقيقة 85، الشاب الصغير صاحب 22 لاعب دبة الفجيرة في الموسم الماضي يسجل هدف في الدقيقة 85، هدف قاتل البطائح في توقيت قاتل بالنسبة للبطائح. ألفارو دي أوليفيرا، ميلي الرادوي أجرى تبديل بدخول ألفارو، وألفارو بالتأكيد يكسب ثقة هذا الرجل. وهذه عائلة ألفارو، الدموع تنهمر من عائلة ألفارو بالهدف اللي يسجله، هدف سيكون وذو ذهب. 3 دقائق من ملعب العنابي، غير معقول، ستكون أول مرة في تاريخ العنابي في عصر الاحتراف يخسر على ملعبه في الدوري. هنا لي حتى الآن الخسارة تكتب. باولينيو تبديل باولينيو، دخول ألفارو دي أوليفيرا هو اللي غير النتيجة، لأنه لاعب صدع ولاعب سجل، ويسجل ألفارو هدف. الكرة حاول فيها الشامسي، تغير اتجاه الكرة، والدموع الآن تنهمر هنا.